حتى دلوقتي في ناس بتسال اولاد غير في مانشستر سيتي ايه اللي اتغير. الفرقه اللي كانت موجوده الدور الاول في بدايه الموسم اللي كانت بتقول ان والله الفرقه ما لهاش اي حظوظ ان هي تنافس على الدوري، للفرقه اللي موجود في مانشستر سيتي عليها الدور الثاني، الفرقه اللي حرفيا اقوى فريق في انجلترا دفاعيا وهجوميا، الفريق قادر ان هو يكون متوازن اغلب الوقت. ايه اللي حصل وايه اللي اتغير؟ انا جاي هنا عشان اقول لك ايه اللي اتغير، مش جاي هنا عشان اقدر نقول لك بس اعمل لايك واعمل سبسكرايب للفيديو عجبك، لا احنا جايين نقول لك ايه اللي اتغير. الموضوع سهل وبسيط، ارجع لاصل المشكله في البدايه، ال 4-3-3 اللي بيب جوارديولا كان بيلعب بيها في مانشستر سيتي، ايه اللي كان مشكلتها السنه اللي فاتت؟ خط الدفاع. طب انهي مركز بقى في خط الدفاع؟ للاسف الاربعه، اذا كان كايل ووكر او اوتاميندي او كمان فرناندينيو او كمان مندي، كان الاربعه فيهم مشاكل كتيره قوي دفاعيه، فلما الكوره كانت بتقطع من رودري كنت بتلاقي ان حرفيا اي حد بيعدي خلاص انت رحت انفراد، يبقى قدامك اربع لعيبه هتعدي منهم بسهوله ويوصلوا وتقدر انت تحش مرمى سيتي. السنه دي ايه اللي حصل؟ الاربعه دول مش موجودين، الاربعه دول اتغيروا، الاربعه اللي كان فيهم مشاكل كتيره قوي دفاعيا غيرناهم، وغيرناهم بلعيبه كويسه جدا. موضوع عوده امريك لابورت كانت عوده كويسه جدا ومفيده للفريق، انتداب روبن دياس كانت حاجه عظيمه جدا وكشافين مانشستر سيتي يحسبوا عليها. هل ده لوحده كفايه؟ لا طبعا. مركز 2 مركز 3 جو كانسيلو اللي السنه اللي فاتت كان لسه وافد جديد، دلوقتي الراجل خلاص بقى رجليه ثابته جوه مانشستر سيتي، وجوارديولا بدا ان هو يطلب منه تمركز متغير شويه بالنسبه للباك، الباك اللي هو كان بيتحرك في مربع ان انت بتتحرك بطول وعرض الملعب وتحاول ان انت دفاعيا تحاول ان انت تعمل تغطيات عكسيه، لا احنا محتاجين نغير في الواجب بتاعك شويه. هتلعب احيانا باك شمال بس برضو محتاجين نغير في الواجب بتاعك شويه. ايه اللي هيتغير بقى في الواجب بتاع جو كانسيلو وليه ما ينفعش كايل ووكر يكون مكان جو كانسيلو؟ الموضوع سهل بسيط، كايل ووكر لعيب غبي وكايل ووكر دفاعيا متهور فبيشكل مشاكل كتيره جدا ليك في الحاله الدفاعيه، انما جو كانسيلو لعيب ذكي، جو كانسيلو متاح لي ان هو لما تلاقي ان في انطلاقات من ايكاي جاندوجان او موجود كمان انطلاقات من برناردو سيلفا اللي بيلعب قدامه في ال 4-3-3 الراجل بيحاول ان هو يكون كارفندر تاني، وخصوصا كمان لو الكره موجوده ناحيه الشمال، يعني لو الكره موجوده ناحيه الشمال متاح ان انت تلاقي في زيادات لزيرتشينكو، زيرتشينكو بيعمل زيادات هجوميه ورحيم ستيرلينج مركز 11 بيكون كلاعب جناح قدامه، وفي تلاقي ان في زيادات من اللعيب اللي بيلعب ناحيه الشمال وهو اغلب الوقت بيكون ايكاي جاندوجان، فبتلاقي ان ايكاي جاندوجان متاح ليه انه يخش 18 كتير، متاح ليه ان هو دفاعيا ما يعملش وجبات كتيره دفاعيه لان اللعيب الباك هو اللي بيشيل الوجبات الدفاعيه اللي بيعملها ايكاي جاندوجان، يعني بتلاقي ان اغلب الوقت اللعيب الباك اللي ما بتكونش الكوره ناحيته بيتحول لديفندر تاني، ودي حاجه تقدر تعمل السيتي دفاعيا، بتلاقي ان السيتي هجوميا بيهاجم بست لعيبه ودفاعيا بيدافع باربع لعيبه، ودي حاجه افضل من ان انت تدافع بثلاث لعيبه بس في الحاله الدفاعيه، اول ما الكوره تتقطع تلاقي ان ديفندر قدامه مشكله، لو ديفندر الكوره اتقطعت منه بتلاقي ان الاثنين مساكين مش مغطيين وعبال ما الاطراف ما يرجعوا هيشكلوا مشكله، لا جوارديولا قرر ان احنا الطرف اللي احنا هنسيبه فاضي ده لا احنا محتاجين ندور فيه على لعيب عنده سرعه، ولعيب بتقعد بلقطه الكوره طياره بيروح وبيجي بسرعه، مين بقى اللي يعمل الدور ده؟ اللي يعمل الدور ده رحيم ستيرلينج ناحيه الشمال، علشان خاطر زي ما قلنا ان كاي جاندوجان مش هيعمل وجبات دفاعيه كتير علشان خاطر سنه وعلشان خاطر مجهود البدني، والناحيه الثانيه موجود فيل فودن وموجود برناردو سيلفا، الاثنين يبدلوا مع بعض، واحد فيهم ينزل واحد في كمان فيهم يحاول ان هو يكون موجود قدامه، ودي حاجه الاثنين بيأدوا بامتياز، ودي بقى المشكله اللي بيزعل بسببها جمهور رياض محرز. رياض ما بيلعبش علشان خاطر كده، رياض ما يقدرش يسد الحاله الدفاعيه للاعيب الباك اللي هو بيبقى ضامن لجوه ده، وجواو كانسيلو بيضم لجوه زي ما اتكلمنا، بتلاقي ايه ان في تاخرات بيقدر يعملها برناردو كويس، في الفودون بيقدر يعملها كويس عشان خاطر اثنين سرعه من غير الكره، انما رياض بيشكل مشكله ليه في الجانب ده، فبتلاقي ان انت رياض لما بيلعب مضطر ان انت تلعب رياض مركز 9 او مضطر ان انت تلعب رياض مركز 10، اللعيب اللي بيبقى جاي من نص مدافع للامام ما بيعملش وجبات دفاعيه كتير، المركز اللي بيلعب فيه كاي جاندوجان السنه دي وبيأدي فيه بامتياز، وكاي جاندوجان نجم الموسم الاول للسيتي في السيتي السنه دي علشان خاطر جاندوجان ما بيعملش وجبات دفاعيه، شفت الموضوع سهل وبسيط ازاي؟ وده اللي رياض بيشكل فيه مشكله، رياض ما بيعرفش يلعب غير على الطرف، لو تخش بيه ناحيه العمق بيشكل مشاكل. طب ايه علاقه ده بماتش توتنهام؟ علاقه ده بتوتنهام النهارده ان انت كنت بتلعب من غير روبن دياز، العنصر الاكبر اللي انت بتتكلم فيه على ان الراجل غير منظومه السيتي الدفاعيه، لا منظومه السيتي الدفاعيه جوارديولا النهارده اثبت لك ان قصه فريق، مش القصه قصه لعيب، لو غاب عندي هلاقي ان انا بعاني مشكله، كان في مشكله في الكره جاز بالي بيعدي فيها من المساكين، بس دي الكره الوحيده اللي راحت النهارده قدام توتنهام. هتقولي ما توتنهام فرقه دفاعيه ومورينو بيحب ان هو يلعب اغلب الوقت بست لعيبه في الحاله الدفاعيه ويهاجم باثنين بس بيكون فيهم تانجي دومبلي اللي هو بيكون صانع العاب وبيعمل برضه وجبات دفاعيه، ازاي؟ اقول لك الموضوع سهل بسيط، جوزيه مورينو النهارده كان قدامه ان هو انا عايز اكسب علشان خاطر الفرقه بعد ما كسب وست بروميتش كانت محتاجه ان هي تقف على ارض صلبه، ارض صلبه ان انت محتاج تكسب السيتي النهارده عشان خاطر تبقى عملت نتيجه قدام الفريق البطل، وعلى الورق كده
مورينيو يقدر يحط على بيب جوارديولا في المؤتمر الصحفي. المشكله بقى بالنسبه لتوتنهام ان الفريق مش واقف على رجليه، وتوتنهام الدور الثاني غير توتنهام بتاع الدور الاول. الدور الاول توتنهام كنت تخاف منه ليه؟ فريق جاي لمدرب كبير، مدرب عظيم جدا، عنده انجازات، عنده اسم، بيحب البطولات. وتوتنهام بيعاني من ان هو ما عندوش بطولات ومحتاج مدرب يجيب له بطولات. فجابوا مورينيو والفرقه كانت مبهوره جدا بحته ان جوزيه مورينيو مدرب بيحب البطولات والراجل قادر على ان هو ياخد الانجازات. انما الدور الثاني مفيش الحماس اللي كانت موجوده عند الفريق الدور الاول. خلاص عرفنا ان احنا مركز سابع، لو ربنا كرمنا وكسبنا هننط مركز خامس ننافس مع تشيلسي، وكمان ممكن نلاقي ان احنا بعد سقوط ليفربول بننافس على ان احنا نصعد دوري الابطال. طب ما دي حاجه عملناها قبل كده مع بوتشيتينو، ايه الجديد؟ الجديد بقى ان المنظومه الدفاعيه بتاعه جوزيه مورينيو اللي كانت بتمتاز بيها الدور الاول فنيخت منه الدور الثاني. يعني حته ان انت تدور الناحيه اليمين اوريه مش موجود مصاب، تنجان جوله بيلعب مكانه، ناحيه شمال جلوه مش موجود مصاب بيلعب مكانه بندرس، اتنين مساكين شوربه بسم الله ما شاء الله، اريك داير وموجود جنبه دافيسو سانشيز اللي كان منظومه توتنهام الدفاعيه قويه عشان خاطر سانشيز ما بيلعبش. دلوقتي سانشيز بقى بيلعب، منظومه دفاعيه سيئه جدا مع مستوى متراجع لهوجو لوريس. كل الكوارث بقت موجوده مره واحده في توتنهام مع جوزيه مورينيو اللي مره واحده قرر ان هو بعد ما خرب مالطا بعد ما الفريق بيلبس الهدف الاول والثاني والثالث ان انت بتختار ان انا محتاج اغير اللعيبه اللي ما بتلعبش فين يا جماعه. ديلي الي تعالى يا حبيبي انزل الملعب. هو طب انا مركز ثلاثه في مكاني، يعني انا مركز ثلاثه لتانجي وسولسيو والنهارده بلعب انزل. جاريس بيل حط تعالى انزل. المشكله بقى ان فيفا سكور عطي اعلى تقييم لتوتنهام لجاريس بيل. تخيل انت جاريس بيل نزل 10 دقايق ده من اوف ذا ماتش بالنسبه لتوتنهام بالنسبه لفيفا سكور. شايفين انه والله الراجل ده هو اللي حاول هجوميه، لا سون حاول ولا كين حاول ولا لوكاس مورا حاول وكلهم كانوا اسوء من بعض، وريك لاميلا برده ما حاولش. فتخيل انت المنظومه بتاعت جوزيه مورينيو النهارده دي تخاف منه ازاي؟ انما الدور الاول كنت تخاف منه. الفريق كان قوي، كان لسه ثنائيه هاري كين وسون كانت بدات تبرز، وكان بدا ان هاري كين يبقى صانع العاب اكتر ما هو كسترايكر. انما كان الدور الثاني خلاص كلنا حفظنا اللي عندك، هاتي ما عندك، انت افلست يا سيدي. وده اللي بيزعل منه محبين جوزيه مورينيو. يا جماعه جوزيه مورينيو فعلا مدرب ما بقاش عنده اضافات، مع فريق ما عندوش لعيبه فكل حاجه تبقى سيئه. عرفت بقى السيتي ليه بالنسبه له المباراه كانت سهله جدا النهارده وبعد الهدف الاول كله هيفك؟ هتقول لي طب ما الكوره مش ضربه جزاء، اقول لك موضوع التحكيم ده مش هنقعد نتكلم فيه، مع انه هو بيبقى واخد رجل الثابته لايكاي جندوجان. وانا اتمنى ان كان مكمش بعد الابداع اللي انت بتقدمه ده تتصاب يابا، عيب عليك. ما انت احنا استحملناك السنه اللي فاتت لما كنت زي الزفت، اجي السنه دي اول ما تبقى نجم الفريق تتصاب، عيب يابا اللي انت بتعمله ده. ولو الفيديو وصلت معانا لحد هنا اعمل لايك لو عجبك، لو ما عجبكش اعمل ديسلايك براحتك. حاجه بالنسبه لي ايه؟ مش ان احنا كسبنا ثلاثه وان احنا عملنا مباراه عظيمه جدا قدام توتنهام، امتع حاجه بالنسبه لي الصياحه اللي مورينيو هيقدمه في المؤتمر الصحفي اللي بعد المباراه اللي ممكن يكون اتعمل. مورينيو احيانا بيحاول ان هو يرمي كل حاجه على الناس، وانتوا المشكله فيكم وانتوا الازمه عندكم والمشكله كلها في التحكيم، والتحكيم ظلمني في لقطه الهدف الاول، مع انك بعد لقطه الهدف الاول ما كنتش موجود جوه الملعب، علشان خاطر انت فريق سيء وفريق ما عندكش افكار هجوميه ولا عندك اي حاجه، بتعتمد على فرديات سون وهاري كين فقط لا غير. المشكله كلها بالنسبه لجوزيه مورينيو وتوتنهام ما كانتش مشكله ان بوتشيتينو هو اللي كان عنده الازمه، بوتشيتينو كان واحد من ضمن الناس اللي ساهموا في ان جيل توتنهام يوصل لفاينل دوري ابطال اوروبا قدام ليفربول ويوصل بيهم النهائي ويخسروا. بعد النهائي كان مفترض ان الفريق يتجدد، عناصر فيه كانت مفترض ان هي تمشي وعناصر ثانيه تيجي جديده، العناصر دي فضلت في مكانها هي هي، فطبيعي ما يسيبهم ملل. الدور الاول كان بيحصل حلاوه تروح زي ما اتكلمنا، كانوا معجبين بمورينيو مدير فني جديد، راجل عظيم جدا كنا بنحلم ان هو يدرب توتنهام، بعد ما دربنا وفضل معانا الوقت طويل حسينا ان خلاص الفرقه هي هي، مفيش اي تطور جديد، هاري كين وسون هم اللي شايلين الفريق، ومفيش اي حاجه بتحصل، ودي المشكله بالنسبه لتوتنهام، ما كانتش مشكله بوتشيتينو، كانت مشكله منظومه، مشكله ان انت وصلت لمرحله التوب ليفل بتاعك انك وصلت نهائي دوري ابطال اوروبا، كنت محتاج تغير بعدين، ما عرفتش تغير بعدين البس بقى تبقى زي ارسنال وتقعد تتخانق معاه على مين فينا هيوصل لاوروبا ليج السنه دي.